فشلت وتقاودوا بالرب. وهذا كان هو السبب علاش دروبيت بحيث بيل غيتس ولاق حبه كيكودي بزكو، ولكن صدت شاد توقع بنادم خارج من المدرسه صاحبي امي طب. المهم باش نحل المشكل اضطريت انني نصلح الخطا ديال بيل غيتس الحمار ودخلت الكود ديال ويندوز داكشي ديال البايوس. المهم داكشي معقد ما تعرفولوش نتوما، شفت الخطا اللي تما صافي زدت له الكود ديالي وهو دابا مسكين. المهم اللي كنستافدو من هذا الشيء الدراري هو انه الحمار كيبقى حمار واخا تكون عنده مليار دولار. لا لا بلاتي كنهضر على بيل غيتس الشامبيون ديال هاد النهار الصاد اولا ديال هاد الشهر اولا ديال هاد العام هو فييغو. علاش اختاريت الصاد بالضبط فييغو؟ حيت لاحظت واحد اللعيبه مهمه. المهم الا كنتي من الناس اللي كيتفرجوا في الاي سي اس الال اي سي واللعيبات فراك تلاحظ بلي مازال ما كيلعبوا فييغو، دونك ابارامون مازال ما كيعرفوا يلعبوا به. داكشي علاش قررت نصيب هاد الفيديو. كما العاده الدراري غادي نبداو بالابيليتيز. كيو ديالو كيلوح السيف، دبليو ديالو كيلوح وير مينيت. علاش حنا اصلا نهضروا على الابيليتيز؟ صاد شاد الابيليتي ديال الزب انا نهضروا الصاد على الباسي. فييغو مور ما كيموش واحد كيقدر يرجع هو ديك الشامبيون، يقدر يرجع تريستان، تيمو، نوكتور، نوتيليس، جين، نوتيليس عاوتاني، اري، ولا كنتي مقود كاع تقدر ترجع فييغو، ونزيد فاش كتاخد لشي واحد لا فورم كيتزاد ليك الدم وكتاخد له كاع الايتيمز ديالو. يعني في التيم فايت تقدر تقتل واحد وتهيله وتقتل اللي موراه وتهيله وتبقى غادي هكا حتى تاخد بينتا كيل. الو Look at this dude. نصيحة اللي نعطيكم الدراري الا بغيتو تلعبوا فييغو وجانجل خصكم ضروري تعاونوا اللينز. فدابا في هاد الحالة هادي كدير كونتر جانك كتعاون اللين ديالك وكترجع باش تعاون عاوتاني اللينز الاخرين. غير كنضحك الصاد كتاخد له الحزاق كامل ما تحنش في ربو الصاد حتى القانون دي. يس كلشي ديالك الصاد كتزقن كي الميد كترجع انت هو الميد. حشوم عليك والله الا حاتيم والله الا حشوم عليك والله والله زدتي ما ترجعيش ليا في الجيم. يبقى يبكي عليك بنادم ولكن يدوف ديالي. لا لا حاتيم والله زبي راه كتاكد فيا على زبي سميتو استراتيجي الجيم. كما كنقول الصاط اي لين دخلتي لا خصك تفارميها كامله حيت الصاط جيس راه توب تشامب. كاش بغيتيني انا نمشي نجانجلي بجيس؟ ما يمكنش. رينيكتون شنو هو الدراري واش جانجل تشامب؟ توب تشامب دونك نمشي للطوب سي نورمال بلاتي. ود القحبه خدا لي الريد الله ينال الطب. دابا الصطا نعطيكم الروز باش تلعبوا فييغو جانجل. القاعده الاولى حاول دير انفيد وبدا بالدبليو. بحال دابا في هذه الحاله هذه بزاف منكم يتلتاو بحيث علق الله الصاد. شنو كدير؟ كتاخذ الريد وكتحاول تجانكي يوم نيفو جوج. القاعده الثانيه وارويك متشاف ما تقلوا. القاعده الثالثه حاول دير الكومبو ديال زيد فلاش. القاعدة الرابعة القاعدة الثانية القاعدة الخامسة ما تسترش عليك ولاد القحاب. القاعدة السادسة يلتي بنادم مستوني بحيث ديك الساعة 100% تجي فيها الالتي. تقود اصاحبي نساو عليا هاد القواعد ديال الزب. باش كيعجبني الصاد فييغو هو انه الالتي ديالك كتقدر تاكزيكوتي به بنادم يا على خرا ما لقاش كون يطيح معايا كاري. صافي هاني يا الدراري على الاقل كتقدر تعلق به مور الحيط. باش خايف فييغو الصاط هو انك تاخد لا فورم ديال شي ولد القحبه ما مكملتها الوض. باش زوين الصاط فييغو في التيم فايت كيعطيوك الابيليتيز ديال ديك الشامبيون اللي باغي كيعطيوك حتى البرين ديال هذاك اللي لعب به. وهنايا الصاط خصك تخدم مليون اي كيو ديالك واخا ما عندكش. المهم انا كنخدمها. كدير الزاد ديال وارويك كتبقى تابع ديك اللعيبه ديال الدم وشوف شنو اللي وقع. وقيلا بيل غيتس هو اللي دار لهم الكود ديال فييغو. واو فاجأتيني اخي رينجار مقود الله يشام مقود قناص مع كرك. ما عرفتش الدراري نتوما شنو كيعجبكم تسميو هادشي ولكن حنا البرو بلايرز كيعجبنا نسميوه الحوار.
القاعدة الذهبية الصاد باش تلعب فييغو جانجل هي ديما حاول دير انفيد وخصك تكون كيف الانفيد ديالك. بحال دابا مثلا انا عارف بلي الريد ديال خونا مبقى له والو يتسباونا، دونك كديكون كيصايب الريد انا غادي نصيب له الكراكس. جانجل الصاد راه بحال بحال التشاس، خصك تكون ذكي وكتعرف تمانيبيلي الاوبوننس ديالك. شي مرات الصاد شي ولد القحبه كياخذ لك الفكره ديالك وكيصدق هو اللي داير انفيد. شنو غدير في هذه الحاله؟ دير البلو ديالك وعلق بالفلاش حيت الصاد راه باينه ما نشرحها لك، فهمتيني؟ واهم حاجه الصاد ما كتعطيهش 300 جولد. ندوزو الصاد دابا للاستعمالات ديال تقدر تفارمي بها بحيث كتزيدك لاتاك سبيد، تقدر ترجع انفيزيبل وما يقدوش يضربوك باوتو اتاك، اولا تقدر تخدمها بحالي. ندير لها واحد الخدعه، شوف على خدعه، شوف على خدعه هادي مازال ما وصلت، فهمتي شو كنت باغي ندير؟ زعما نخلع بلي راني هنايا. تعلقتي عاد وصلت لهذيك اللعيبه اللي مات المهرمرات. الا كنتو الدراري تفرجتو الفيديوهات القدام ديالي فتعرفوا بلي اهم حاجه عندي هي السكاسل. ديما الصاد فاش تكون لاعب جانجل حاول دابز على السكاسل واخا ما تكونش لاعب جانجل. فوالا كتقول والو حتى لدابا. وبهاد اللقطة الدراري غادي تنزل ام في بي ديال هاد الفيديو سينجو ثلاثة. ساهل صارك ما كتعرفش ايريليا شحال بروكن ياك وحق ربي تتفرق عليك. اسبي انا اللي غنفرق على المحزة قبل الله ورايا. اقلامي الاقلام مالك لا لا بوسيبل بوسيبل. شوف الدبز معاه الدبز معاه باش ما تجيش عندي. الدبز خويني انا. اليوم المهم انا ناخذ بالروز ولا بالروز ولا حاتم حاتم اعتقني بالروز ما عنديش لوتيز بي 0 سكوند. لا 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 ربع 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 زبيف فاك خور فيها والله الا خور فيها. مازبح ويناهم حويناهم. لا بركه متي صبرك يا حاتم وهي اللي تنتج شحال بالروز. بعد مني ما تقول ليش تجي عندي عاوتاني راه ما عندي سمعت كيفاش الا اش كان معلم اخي بانتي. يلا ارجع تكوانا مع اخوتك ارجع كوز في التصور مع اخوتك. وصاحبي الزاد ديالك خليها حتى تعمر. وي عمرات في مات. لا لا ما كانتش عمرة هذيك اللي لتحت هي اللي كتعمر لك الزاد ديك لاباغ التحتانية. ايوا ما كنتش ملاحظ ما كنت عارف شنو كنتي كتعني بعمرات زعما فهمتيني كان عيني ميزاني. ما نجيبوش بجوج ما نقدرش نجيبو بجوج باش نجيبوه بجوج وانت تدخل عليه بواحد. والله ما ندخل عليه بواحد ولا او مكان مكان ايني يس ايوا اس بي وضعته من الله ينعم. اهلي انا عم تسلفوك قولي واش كتلعب بي 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 تي وفارمي وفارمي واش انا ضروري خصني نخسر اللين ضروري واش ضروري خصك تخسر اللين خصك ضروري تخسر اللين اصاحبي بدا مربني معاك اجي جانكي دابا مثلا فيكر كون كان بلاصتك كان ضروري غادي يكون داير واحد خمسة. لا ما كانش قد عادي يكون بيتا زبي حيت الا كان لعب بردوش هذا
عندي كون عاد حاول دونك تيولي لا لا عين لا المنظر عنقول ما يكونش حاول انا مشريت فيرست ايتم اكداك والله الا باش كتعجبني اخي مهدي كتطلع لي الكونتنت وما تبغيت حتى تقيل تا الحويج Depuis les 7 ans, on a été deux, sabbat,